انا مش فاهم يعني احنا بنتكلم على حاجه في مصر، مش ماليش دعوه بالاتحاد الافريقي دلوقتي، عشان الاتحاد الافريقي بيضغط على الاهلي. الاتحاد الافريقي بيضغط على الاهلي، وباين جدا 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 ان هو بيضغط على النادي الاهلي وليه اتجاهات ضد النادي الاهلي. انما خلي بالك حضراتكم، انا بتكلم عن النادي الاهلي اللي هو بيلعب باسم مصر، بيلعب باسم مصر ورافع اسم مصر عالي جدا 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 في البطولات الافريقيه والبطولات الدوليه اللي منها كاس العالم للانديه. ايه اللي بيتعمل ضد النادي الاهلي ده؟ يعني نادي الاهلي هيلاقيها من مين ولا من مين؟ يلاقيها من بره ولا من جوه من ولاد بلده؟ اتحاد الكوره ولجنه الحكام والرابطه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده النادي الاهلي يا حضرات، النادي الاهلي اللي مسمع اسم مصر عالي جدا 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 بره في المحافل الدوليه. ايه ده؟ انا بتكلم طبعا على الناحيه الرياضيه، وبتكلم على الكوره بالذات، كره القدم بالذات. لا طبعا مش النادي الاهلي اللي يحصل معاه كده. النادي الاهلي اكبر من كده، واكبر منكم بكتير، اكبر مننا كلنا. مش النادي الاهلي اللي انتوا تحطوا عليه ضغوطات وعراقيل عشان ما يكملش المسيره. لا مش ده النادي الاهلي، لا خلي بال حضراتكم، النادي الاهلي اقوى واكبر من كده بكتير، وما يستاهلش اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا ايه اللي بتعملوه؟ يعني هو النادي الاهلي اللي هو اصلا بيرفع سمعه مصر عاليا في كره القدم بره، يعني بيمثل مصر، وهو الوحيد اللي مكمل في النهائي ان شاء الله المره الثالثه ان شاء الله ياخدها على التوالي باذن الله رب العالمين. هو الوحيد اللي مكمل وبيلعب باسم مصر. عارف يعني ايه بيلعب باسم مصر؟ يعني هيجيب بطوله ان شاء الله لمصر. يعني انت لما توقف النادي الاهلي وتعرقل وتحط العراقيل قدامه، انت معنى كده انك بتعمل ايه؟ انت معنى كده ان انت بتحارب النادي الاهلي في حاجه هيجيبها لمصر باسم مصر. ده انت المفروض تتحاسب، انت المفروض تتحاسب. ولكن مين بيحاسب؟ انا عايز اعرف، انا بسال دلوقتي، مين بيحاسب المسؤولين في اتحاد الكوره؟ مين بيحاسب المسؤولين في لجنه الحكام؟ مين بيحاسب المسؤولين في الرابطه؟ يعني خلينا اتكلم على موضوع الرابطه كمان. يعني استفزاز ما بعده استفزاز. يعني كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت على ان الرابطه، يعني النادي الاهلي داخل على نهائي، النادي الاهلي عنده مباراه صعبه جدا، النادي الاهلي عنده مهمه قوميه، فالوضع الطبيعي ان انا اريح النادي الاهلي، ادعم النادي الاهلي قبل مباراه النهائي، خصوصا ان الاتحاد الافريقي بيضغط علينا. والاتحاد المصري مش هنتكلم. فالوضع الطبيعي ان انت هتساعدني. ما انا بلعب باسم مصر. لا يطلع تصريح يقول لك ايه؟ وماتش ايسترن كومباني هيتلعب في وقته يوم 25. وكانه بيستفز جماهير النادي الاهلي. وكانه الراجل ده اللي قال التصريح دوت مش من مصر. مش شايف اللي بيحصل. مش عارف ان النادي الاهلي اللي بيمثل مصر عنده ماتش بعد 4 ايام، رايح يلعب في المغرب، مش رايح يلعب في استاد القاهره، رايح يلعب في المغرب. لا يا جماعه، لا يا حضرات، ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هو رافع اسم مصر عاليا في كره القدم. اقوم انا بضغط على النادي الاهلي؟ قال يعني، قال يعني خلاص العمليه منظمه قوي عندنا، اصل الدوري لازم يخلص 30 اغسطس، ما يخلص 2 سبتمبر 3 سبتمبر، ايه المشكله يعني؟ انت يعني ماسك الدوري الانجليزي؟ ما انتوا ياما اجلتوا الناس قبل كده، اجلتوا في 2015 2017 2018 وتاجل ماتشين، لدرجه ان احنا مره قلنا تاجيل المؤجلات. فاكرين ولا مش فاكرين؟ لا طبعا يا جماعه، احنا عندنا أزمة كبيرة جدا 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 في التحكيم، في الإدارة اتحاد الكورة، في الإدارة نفسها بتاعة الرابطة. إيه ده؟